فاطمة، انت قصة الحب الطبيعية اللي اكتملت صح في الفيلم، حقيقي. وهي غالبا القصص اللي هي المتزنة هي اللي بتعيش. هي الوحيدة اللي كملت فعلا. ايوه، التانيين يتوهج فترة كده ويبقى مشتعل ولكنه ينطفئ سريعا طال الوقت او قصر يعني. صحيح. فانت يعني لما اتكلمتي بقى مع الاستاذ حسام فهمتي يعني ازاي رتبتي الشخصية في دماغك؟ هو استاذ حسام قعد معايا اتكلمنا في ان هي عامله ازاي وجايه منين وشخصيتها عامله ازاي، وانا خدت منه وبقيت بفكر بتفكير المسرح بقى اللي هو انا بعيش كل يوم مع الحاجات، فقاعده ببني لها. فاحنا اتكلمنا في ان هي بنت من طبقه بسيطه جدا، بس هي مسؤوله قوي، عارفه كويس قوي هي عايزه ايه، هي جد جدا كل حاجه في حياتها هي عايزاها واضحه، ان هي عارفه هي راكنه ايه على جنب ليه وبتعمل ايه دلوقتي. فانا بنيت عليه بعد كده مع نفسي انه، ومعرفش ده باين ولا لا، ان هي اللي قادت العلاقه، ان هي ست قويه شايله بيت اهلها واخواتها وبتساعدهم. فلما جه عرض عليها الجواز فما تهزر، اللي هو دخلت على طول في الموضوع، ما تهزرش وانا ورايا كذا وكذا وكذا، ودي مش مسؤوليتك دي مسؤوليتي. فكانت كل حاجه في حياتها وكلامها واضح ومحدد، وعارف هو رايح فين وعايزه ايه. فهو لما جه حتى اتلقلق شويه في ان هي هتسافر، لا يلا، هي خدت القرار معاه. فانا حسيت ان الطبقه دي مشاكلهم اقل كتير من الطبقه اللي فوق. الطبقه ولا الدماغ؟ اتنين. انت بتمثلي بنات كتير جدا واقعيين، الواقعيه في الاختيارات. انا ده يناسبني، ده مقدرته كذا، انا احلامي على قد اتفاقاتنا، فانا هعيش في حياتي. ده مش طبقه بقدر ما هي طريقة تفكير مختلفة. طريقة تفكير طبعاً. ولا اعتقد ان الطبقة دي هم كمان عندهم حلول، فكرة انه يلا نتجوز مش لازم يتعمل هيرمان ومش لازم تعمل حاجات، فهي تفكيرها عارفة انه انا مش محتاجة اعمل اكتر من كده، فيلا نعمل ده. فده ساعدها شوية، غير ان هي مسؤولة زي ما قلتي البنات دي موجودة كتير قوي في مصر. طب انا عايزة سؤال، وهنا حسام ليه طلعت هذه الطبقة فقط، هي طبقة الستريت فورورد يعني ملهاش في اللف والدوران، ليه طلعتها الطبقه اللي ما ينف... اللي ممكن تبقى تاخد دور رؤى وساعتها المجتمع يتعاطف معاها؟ هقول لك، علشان الحظوظ مش كتير والتجربه محسوبه. بمعنى انا ما عنديش فرصه ان انا اجرب كتير، ما عنديش رفاهيه اللي موجوده في الطبقات الثانيه، ما عنديش، انا الخطوه محسوبه. يعني هي حتى قالت له كده، يعني اللي هو اول لما جه قالت له انت بتهزر، لا مش بهزر بحبك. وهو كان عنده مشكله كبيره ان هو عايش مع خالد الصاوي طول الوقت، فان هو يسيبه اصلا ويمشي دي كانت بالنسبه له هو مش عارف يعمل فيها ايه. بس في الاخر العلاقه واضحه وصريحه، ودي العلاقه الوحيده اللي اكتملت في الفيلم كله، لان هم من الاول واضحين الصدق والوضوح والصراحه. لا، واقول لك حاجه، وهم كمان طبعا الصدق والوضوح والصراحه مهم جدا، بس كمان هم عارفين هيعملوا ايه بالظبط. باقي العلاقات مش عارفه، يعني انت لو سالتي مثلا طب شريف وسلمى يعملوا ايه، فيش اجابه، ما عندهمش ارتباك، هم ناس مش مرتبكه، ناس طبيعيه. ان شريف وسلمى كابطال ورؤى وخالد كبرضه ممكن نقول ان هم سلموا اكتر لرغباتهم اكتر من طبعًا دماغهم، يعني طبعًا هم اختاروا طبعًا يبسطوا نفسهم اكتر ما يقنعوا نفسهم بالصح والغلط. مفيش منطق. طب هو قرر يخش علاقه مش مسؤوليه. حسين كان بيقولها استاذ خالد في بدايه الفيلم انه هو حاسس انه بيملك كل حاجه حتى الوقت، فده الفرق ما بين فعلا ان عنده رفاهيه انه انا ممكن اكرر واعيد واغلط. هو اول الفيلم خالد بيبقى بعد ما خف، بعد ما عدى سنه حوالي من الاحداث يعني، فهو انا فاتح بيه بيصطاد، اكتر حاجه بابعد عن شخصيته انه يصطاد. هو الراجل ده لو كان عايز سمك هيشتري سمك ياكله، عمره ما هيقعد يحط سناره كده يقعد ساعات، مش هيحصل. لان هو انت عايز تقول في الاول ان بعد ما تشوفوه اتغير خلاص، هو بعد ما شاف كل ده فهم لا الوقت مش بايدي. انا مش عارف احرق، مش عايز احرق احداث الفيلم، بس هو فاهم ان الموضوع مش بايدي مش بمزاجي، يعني مش لما اقول هيبقى لما اقول لا هيبقى لا، هو ما فيش حاجه مش كده. انكسر الغرور طبعًا اللي جواه، شاف فتح، شاف حاجه ما كانش عارفها. هو كان فاهم ان كل حاجه بتمشي بايده والوقت بايده، عارف حجمه الطبيعي بعد المرض بالظبط. طب